أهلا دكتور. أهلا وسهلا. إذن التأمين التكافلي هو شكل من أشكال التأمين اللي وضعها المشرع المغربي باش تكمل منظومة المالية التشاركية بالمغرب، واللي كتم العمليات ديالو وفق الآراء بالمطابقة الأحكام الشرعية الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. إذن نبدأ أولا بالتعريف، شنو هو المعنى ديال التأمين التكافلي؟ التأمين التكافلي كيمكن مجموعة من الأشخاص كيتسموا المشتركين من التغطية ضد مجموعة من الأخطار من بعد ما كيتوجهوا لواحد مقاولة تأمين مختصة في التأمين التكافلي باش يكتتبوا عقد تأمين تكافلي والتزموا باش أنهم يخلصوا شراكتهم. هاد الشراكات كتجمع في واحد الصندوق اللي كيتمتع بالشخصية الاعتبارية وعنده الاستقلالية المالية، واللي كتنشئ مقاولة تأمين التكافلي وكتكلف التسيير ديالو مقابل واحد الأجرة. الأموال اللي جمعت في هذا الصندوق كيتخلصوا منها التعويضات المستحقة للمؤمن لهم في إطار عقود تأمين تكافلي وتكاليف التسيير ومختلف المصاريف المباشرة اللي كتتعلق بهذا الصندوق. حاجة أخرى خاصكم تعرفوا هي أنه قبل اكتساب عقد تأمين تكافلي خاص المقاولة أو وسيط تأمين يعطي المكتتب المحتمل نظام تسيير صندوق تأمين تكافلي إلى وفق على القواعد والمبادئ اللي فيه غادي يوقع عليه ويحتفظ بنسخة منه ويكتتب عقد تأمين تكافلي اللي كيناسب الاحتياجات دياله. إلى ما وافقش على هذه القواعد والمبادئ يمكن ليه يتجه عند مقاولة أخرى حتى يلقى اللي كيناسبه. وباش كيتميز التأمين التكافلي على التأمين التقليدي؟ مزيان. أولا، عملية التأمين التكافلي تتم وفق الآراء بالمطابقة للأحكام الشرعية الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. ثانيا، فالتأمين التكافلي المشتركين في حساب أو حسابات الصندوق كيأديوا الاشتراكات على شكل التزام للتبرع وتبقى الصندوق ملكية المشتركين. كيتميز التأمين التكافلي أيضا بأنه في حالة ما كان فائض في الصندوق، حيث هذه مسألة واردة، كتوزع المقاولة على المشتركين حسب الطريقة اللي منصوص عليها في نظام التسيير. حاجة أخرى مهمة هي أنه في حالة وقوع عجز في الصندوق، يعني العكس ديال الحالة الأولى، كتلتزم مقاولة التأمين التكافلي بسد العجز من خلال تسويقات تكافلية اللي هي قروض بدون فائدة على أساس استرجاع من العائدات المستقبلية ديال الصندوق. واش التأمين التكافلي كيمكن كذلك من الاستثمار؟ أكيد وبكل تأكيد. من غير عملية تأمين لتغطية الأخطار كنلقاو كذلك عملية الاستثمار التكافلي اللي كتمكن المشتركين من الحصول على رأس مال مكون من مجموعة دفعات اللي داروا إما بشكل دوري أو دفعة واحدة ومن الناتج ديال توظيفها، وهذا الشيء كله وفق الآراء بالمطابقة للأحكام الشرعية الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. حاجة أخرى، هذه العمليات الاستثمارية كتمتع بنفس التحفيزات الضريبية اللي موجودة في عقود التأمين التقليدي اللي كتتعلق بالادخار.